بيت هاد اي فريق يلعب في ميدان ويتمنى يفوز بالمقابله. احنا عارفين بلي المقابله صعيبه، فريق الصاونه جد محترم، مازال ما انهزمش، لعب زوج مقابلات، فاز في مقابله وتعادل خارج الميدان، ونظن مقابله صعبه. فريق الصوره بالمناسبه نرحبوا بهم، وان شاء الله تكون مقابله في القمه بين فريقين كبار، واللي يكون احسن ان شاء الله راح يفوز. احنا نحتاجوش بالغيابات، صح صحيح عندنا غيابات، بصح عندنا فريق تاريخ، فريق شباب قسنطينه عندنا تعداد تاري، ان شاء الله المدرب راح يبدا الوصفه والتشكيله المناسبه اللي راح يدخل بها المقابله. الحمد لله يعني كامل اللاعبين جاهزين باش نقدموا مقابله يعني في المستوى، ان شاء الله نحققوا الاهم ونحققوا 3 نقاط ان شاء الله باش نكملوا المشوار في اريحيه ان شاء الله. التربص ما كانش مليح ليا، وان يعني كان تذبذب في التربص سورتو وان خذيت اصابه منعتني باش نشارك في المقابله الاولى. الحمد لله ان شاء الله يعني يعود.